السلام عليكم، رسالة لكم اليوم مقطع جديد من لعبة ماينكرافت. بنصنع الحين مصنع الحديد ونتبدل الغرويين 3، مثل ما نكسر ذي ونحط هذه، أو ما يحتاج بس سيكون أوضح. نحط 3 أسرة منه آخر غروي، نحط هذه 3 أسرة منه ونغطي كذا للذهب، ما عدا ذا وحدة صح؟ أيوة عند هذا. دام نحط هنا، نحط بلاط، نحط بلاط هنا، هذا نخلي واحد سيتي بدون هنا بدون مخ، ونخلي ارتفاع 3، ونغطي من كل الجهات مثل ما نحتاج كذا. لازم نغطي هنا، هنا نغطي، لا هنا نحتاج الالات حقتهم ونغطي. هنا نحط ذي الآلة، دي خلاص ما نحتاجها، نحتاج ذولي، ذولي عشان الوحش بدون مخ. نحط هذي هنا ونحط كل ذولي منه ومن بس عشان لا يطلعون غرويين. بعدين نحتاج ذولي اللي هم بس باب أرضي، ونحط ذي الذهب برضه، خلاص الباقي ما نحتاجه بس برضه نحتاجه. هذي بلا هنا بس هذا اللي نحتاجه الحين. بس لحظة، لا نكسر ذي واحط هذي هنا، لا تجي ذي هنا، نحط ما نحتاج بس ذي بذي، لا نحط ذلك كلهم هنا، وذي بالعربة أحطها هنا. أيوه باقي بس أجيب الوحش اللي بدون مخ، أجيبه بعدين أرد عليكم. هذا جبت الحين وركبت ذي العربة، الحين المفروض أجي أدف ندف يلا. زيت هنا عدل، ايوه كسر ذي، الحين نكسر هذي برضه، والحين لازم نحط هنا احجار، حجر صح، طوب حجري، واكسر ذلي. والمفروض الحين انا خلص ياسي هنا، ياسي بعدين نحتاجها. سلم الذي خلي ميزي الموتون رذ الحديدي، هو يجي لنا الأغراض كلها هنا. أي أيوة واضح، بس ذا هنا مش المفروض، لازم أزيد أكبرها روسي بعدين أرجع لكم. رجعت لكم الحين مرة ثانية، بس نسيت أول شيء، يعني لازم أعطيه ذا عشان لا يجي يختفي. هذا ذا اللي على طول واحد ثاني، وهذي ورد حقيقة مثل الأول، هذا هنا فوق. بس أنا نسيت شيء واحد، لو ما نسيت أنا كنت فكرت إنه محتاج، بس بصير محتاج. أنا أحتاج إني أصعد هنا أول شيء. لازم ابني هنا، ابني ذالي منه كلهم ارتفاع 3 المفروض، ما عدا ذاك، ذاك نحط فيهم ذاك، هنا واحدة، هنا واحدة، هنا نصعد الحين، عندي نصعد كذا ما يحتاج، بس حط ذاي 3 كذا، بس هنا برضه خلاص الحين ما يحتاج، حط ذي هنا، كسرين تي. أبني منه الذراع اليدية دي، لا لا سكر، حط هنا، حط ذلك هنا، والأرضية الحين هذه لازم أغطيها كلها بالبلاط أو أي شيء ثاني، بس ما أخلي مكعب كامل، تنكسر بعدين، ويا ذي، حط ذلك كلهم هنا، بعدين أفتح لوحات. اللوحات لا مخليها منه، وهنا برضو عشان تكون هنا الحمر، واخذ ذلي ونجيب 2 ماي الحين، ناخذ كل ذلي ماي واحدة هنا والماي الثانية هنا. حلال المونتي اطلع، خليني ازعل على ذلي، كسر ذولي واطلع تحت واحط البلاط زي كذا على كل مكان وقت ذا الرزل الحديدي، لا يتعب ما يحتاج صح، لا مقتل بدون يقتلني. سوي مدي افتح ذا، مدي افتح ذي كذالي، اصنع طاولة النزارة حطها هنا،
أصنع بلاط كثير. الحين لما أغطي كل ذا المكان بالبلاط، ولازم أقتل ذا برضه، ذا ما أخليه يطرق بدون يقتلني. لازم أصعد 3 مكعبات لفوق، 1 2 3. المفروض الحين كذا ما يجي يقتلني. تا تا نجيب القوس وآخذ هذي كله، ما نحتاج، بس نحتاج ذلك. وين راح؟ راح منك. ايوه ذي ضربت على طول. فتحته والحين نحط الاستعبات ذالي منه. البلاط بلا صح، اصلا المكان الوحيد المفروض يذي فوق، يذي فوق يذي يموت لحاله، مثل ذا اقتلعهم كل شوي. احط كذا، اكسر كذلك واحط البلاط برضه منه. ايوه هذا سو احترق من فضاح صح. لا احترق ذا، ما نحطه من خشب. ذيب كذلك لازم دائما نحط الخشب، نحط اي نصاي غير خشب. لازم ادري وينه. ذيب ذا كثير منه عادي عادي. مكعب على ذلك، وإذا عدلكم الحين بعد عدلت المنطقة ولازم الحين نخلص من ذا على طول عشان يجينا هذا. هذا المفروض يجي بس فوق الحين، وعدلت ذا المكان برضو. اي نعم، عشان لما يجين، لما يجون هذا حصل أغراضهم هنا المفروض. بس ننتظر على يجي واحد، هو يجي واحد الحين. حط أغراض ذا هنا. بدي واحدة من لا هي وذاي بدلتهم بعض، بدل الخثب اللي حطيته حطيت زايد الأحذار. المفروض الماي يتوصل، توصل لفوق. خلنا ناخذ معي اي حذر اللي يشوفها الفيديو احد اموس. لا مكسر هذي وصعد لفوق، المفروض يجي هنا. المفروض كل مرة يجي واحد هنا على الأقل. ايوه هذا زي كذا، لما يخلص ذي كذا كل أغراض المفروض تطيح لي وتطيح في الصناديق. الحين نخلي ذلك كله لحالهم، كسر ذلك وحط ذلك حدين البلاط، وراح نروح الحين نصعد لفوق. وهنا مكان اللي تحت على طول، أنا ذي لما ذي ذها انزل على تحت بعدين ذي أمس سيدة لهناك. وهنا أخلي هذا مثلا أعرف مكان نفس ذي كذا، أخلي ذا الساكل حقي، وساكل أنا حقي أنا بخليه مربع. هو المفروض انا ذي مكعب حديد، بس انا ما ادري. 1 2 3 نرفع من كذا 3، المفروض يطلع سكة ذي الحديد. 3 2 3 نحط ذلي قبل من كذا 3، والمفروض بعدين اخلي ذا الكنبة، بعدين ابني الحين طبقتين فوق زيادة، واغطي من فوق واكسر من تحت برضه. لو ابني من تحت بس اكسر من تحت، أبني كل ذا عليه. الحين نغط هاي المكسرة ما يزيد في الداخل، كل ذا عليه. والحين هنا كسر ذا إلى تجيب للمزرفة، كسر كل ذا عليه كذا، كسر بسرعة صح. أنا عندك مويه قطب ذا بس كذا على طول كسر انتي. ونيجي نحط هنا خلاص، مو فصلت انت الشكل ذيك، المفروض من البار يطلع شكل زين. بس حط سعلة منه ومنه ومنه ومنه، المفروض ان يكون هنا. اخليه الطريق له تحت، المفروض اخليه ذي كذا واغير ذالي، وهذا ما قدر نسوي لا بعدين. خليه ذي كذا، المفروض يطلع شكل ذي كذا بدون الباب. ايوه مكعب حديد، مع السلامة.